لعبت ليجو في حياتك؟ ياه، كانت من أهم الألعاب. طيب، ليجو يمكن اليوم بتحتفل بـ80 سنة على تأسيسها، وبهذه المناسبة حطم في العاصمة الكورية الجنوبية الرقم القياسي لبناء أطول برج من مكعبات ليجو يصل إلى حوالي 32 متراً. شارك في تسجيل هذا الرقم القياسي 4000 طفل، وذلك بالتزامن مع احتفال الشركة المصنعة للعبة ليجو بـ80 سنة على تأسيسها. التفاصيل مع الزميل مصطفى الزارو. لعبة ليجو واحدة من الألعاب الأكثر شعبية بين الأطفال الصغار، يتفننون فيها بالتصاميم ويتعرفون على المفهوم الأساسي لبناء أجسام من الطوب البلاستيكية الملونة بمختلف أشكالها. هؤلاء الأطفال كانوا أمام تحدي لتشييد أطول بناية من قطع ليجو بجوار أحد المسارح الرياضية التي عرفت تحطيم أرقام عدة. نحاول تحطيم رقم قياسي في بناء برج بجانب الملعب الأولمبي في سئول الذي احتضن دورة الألعاب الأولمبية عام 88، ونأمل مع نهاية اليوم أن نكون قد أنهينا تركيب البرج الذي يرتفع 32 مترا وهو كاف لتسجيل رقم قياسي جديد. 4000 طفل ركبوا قوالب برج ليجو البلاستيكي باستخدام 500,000 قطعة ملونة، وتركت القطعة الأخيرة للأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك ليضعها على رأس البناية بواسطة رافعة. ويدخل برج ليجو هذا كتاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية بطول 31 مترا و90 سنتيمترا، وبفارق 30 سنتيمترا عن الرقم السابق المسجل في فرنسا العام الماضي. تنفسنا السعداء بعد 5 أيام من تركيب هذا البرج، والآن نستريح بعض الشيء قبل أن نبدأ بتفكيكه. وتابع أكثر من 30,000 زائر محاولة تركيب برج ليجو الأطول في العالم في الذكرى 80 لتأسيس الشركة الدنماركية المصنعة لليجو. وسبق أن حطم الرقم القياسي 30 مرة منذ تركيب أول برج بمكعبات ليجو في لندن العام 88 بطول تجاوز بقليل 15 مترا فقط. مصطفى زارو، العربية، لندن.